لا ضمائر تنصت لأنين الجرحى ومواجعهم، ولا آذان تصغي لنداءاتهم الجريحة عن المرميين على هامش الحرب من جرحاها، سواء أولئك الذين أصيبوا في الجبهات أو من أتتهم قذائف الميليشيا حتى منازلهم، وسواء في المدن المحاصرة أو تلك التي تحررت من سطوة الميليشيا. يقبع الجميع في المشافي العاطلة هي الأخرى عن الحركة والحياة، على ساق عرجاء أو يد مبتورة أو جراحة متخثرة، جميعهم على حد سواء يقفون أمام الإهمال وتقاعس الجهات الرسمية والدولية والمنظمات الحقوقية دون اهتمام يذكر. يشكو الجرحى من إهمال الحكومة وتخاذلها أمام جراحهم، بدءا من نقلهم للعلاج خارج البلاد وانتهاءا بغياب الخدمات الطبية والمستشفيات الميدانية وعدم تأهيل المستشفيات الموجودة وتوفير المستلزمات والأدوية، أهمها المحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المقطعية والتنفس وغرف العمليات والأطقم الطبية. تفيد الإحصائيات الرسمية الأخيرة أن جرح الحرب بلغ 15,000 جريح، بعضهم يموت متأثرا بجراحه جراء الإهمال. أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فيقول إن الصراع في اليمن أسفر عن أكثر من 32,000 ضحية حتى أواخر أكتوبر الماضي، منها 28,000 جريح. روحونا جيبوا لنا طائرة وخلونا نخسع في بيوتنا، ما نشتي نهتار رجاء منكم بعز وبشر، خلونا نموت في بيوتنا، ما نهتار وين ما رحنا، هانونا ورحنا مستشفى تكلموا علينا، ما تكلمت في سفارتكم، ما عندهم إمكانيات، نحن مقدرين الظروف، عارفين أن البلاد تمر بأزمة مالية، نحن مقدرين هذا الكلام. نرجوكم كل الرجاء باحترام بشرف، روحونا بيوتنا، عزونا رجاء. يعجز الجرحى عن توفير تكاليف العلاج المكلفة في الخارج وما يرافقها من مصاريف المصابين ومرافقيهم، ناهيك عن إهمال السفارات وممثلي الجهات الرسمية وابتزاز بعض الجهات للجرحى، فتتفاقم أوضاع الجرحى وجراحهم وتزداد حالتهم سوءا على سوء. يرى البعض أن تهميش جرحى المقاومة وإهمالهم وعدم الاكتراث بمصابهم وجراحهم وسائر أمورهم يجعلهم عرضة للموت بل والعزوف عن مواصلة تحرير البلاد من أقرانهم، فيما يخشى على المتأثرين من الاستقطاب واللجوء لأطراف مغالية سيكتوي الجميع بنارها. وكما قيل أن الصراع في اليمن يوشك أن يصبح أحد النزاعات المنسية، فإن فداحة نسيان وتناسي ملف جرح الحرب يأخذ تداعيات أكثر خطورة وأشد وجعاً.